أموال كانت تصرف في هذه الانتخابات بهذا المحل. هل سيأتي ماكرون قريبا إلى بس شغلة هذا المجلس النواب؟ نعم. كمان يفترض أهم شغلة عنده يبلش من بكرة بموضوع قانون الانتخاب، لأنه بموجب هذا القانون الانتخاب الأعوج، هذا القانون الانتخاب المشوه، ما فينا نعمل حياة سياسية. مش منطق واحد بينجح ب 50,000 صوت وواحد بينجح ب 489 صوت 79 و79 و77 بالمجلس السابق. إذا فعلا ما نعمل انتخاب، وإذا حدا بده يقول لي عددية ما عددية، تفضلوا روحوا اعملوا مجلس شيوخ، وأكيد بكرة في مسلمين بينتخبوا مسيحيين أو العكس، ما حدا يخوفنا بموضوع العدد. نعم أخيرا، على قليلة أول مرة خلينا 64 مسلم 64 مسيحي، بس خلينا نعمل قانون على قليلة على المحافظات الكبرى، مش لبنان دائرة واحدة، إذا ما نعمل نسبية حقيقية. نعم. لأنه نحن عم نعمل نسبية كذبة، ما في نسبية حقيقية بهذا القانون طبيعة الحال. ماكرون جاي على لبنان بعد هذا الفرنسيين بهذا المحل، بس إنه إذا إجا الرئيس ماكرون يعني مؤتمر تأسيسي مؤتمر دولي، صار مؤتمر في حكي بهذا المحل، بس شيء جدي عند الفرنسيين إنه مؤتمر تأسيسي ونرجع نجمع اللبناني. نعم. من جديد ما في شيء منه، بس ولكن إذا بكرة ما عملنا حكومة وما عملنا انتخابات رئاسية أكيد بنروح على مؤتمر تأسيسي، وهون ما بعرف هون بصير البلد. الصحفي رضوان عقيل، أنا بشكرك لوجودك معي بهذه الحلقة ولهذه المعلومات أيضا. مشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام حلقة الحدث لهذا اليوم، إلى اللقاء.